أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلطة الفلسطينية تدعو إدارة الرئيس باراك أوباما إلى عدم استخدام الفيتو لمنع اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران يونيو 1967. ومسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون يقولون إن إصرار إسرائيل على يهوديتها أفشل اجتماع الرباعية الدولية في واشنطن. الثوار الليبيون يصدون في معارك عنيفة الأربعاء هجوما مضادا للنظام في غرب ليبيا، وقد طاردوا قوات القذافي حتى أبواب مدينة السبعة الرئيسية على بعد 80 كيلومترا جنوب طرابلس واستردوا قرية القواليش، وقتل 8 متمردين على الأقل وجرح 30 آخرون خلال المعارك التي جرت الأربعاء حسب ما أعلن أطباء في مستشفى زنتان. القوات السورية تقتل مواطنين في إدلب، وألفا شخص شاركوا في مظاهرة في حي الميدان في دمشق وهتفوا الله سوريا حرية وبس، يتعرضون للضرب بالهراوات والعصي الكهربائية واعتقال العشرات منهم. الشارع المصري يتجه إلى الهدوء النسبي بعد اتخاذ المجلس العسكري الأعلى إجراءات تلبي مطالب شباب الثورة كتأجيل الانتخابات والموافقة على إصدار وثيقة مبادئ حاكمة يستند إليها في كتابة دستور جديد للبلاد، لكن الاعتصام في الميادين يتواصل والقوى السياسية تتنادى لجمعة الإنذار الأخير. الإرهاب يضرب مدينة مومباي الهندية مجددا الأربعاء ويودي بحياة 25 شخصا ويجرح أكثر من 100 في تفجيرات وصفت بأنها منسقة في مواقع مختلفة وسط المدينة في ساعة الذروة. إمبراطور وسائل الإعلام الأسترالي روبرت مادوخ يتخلى عن سعيه لامتلاك أسهم شركة بي سكاي بي بأكملها، وذلك تحت ضغط شعبي ورسمي وحزبي في بريطانيا بسبب فضيحة التنصت التي اتهمت بها إحدى صحفه نيوز أوف ذا وورلد للحصول على معلومات شخصية عن شخصيات عامة. أخيرا في هذا الموجز، فنانون من أنحاء العالم يتنافسون في لاتفيا في مجال النحت بالرمل أو صنع التماثيل الرملية ضمن المسابقة الدولية السنوية الخامسة بتماثيل مستوحاة من عالم السيرك، وقد شارك في المسابقة 16 فنانا واستخدموا 500 طن من الرمال. لتفاصيل هذا الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير.